اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. بعض الامور الفنيه الخاصه بمباراه المقصه والاهلي ان شاء الله بكره. جيمي وايمن قولوا لنا ايه اللي هيحصل في مباراه بكره ان شاء الله من وجهه نظركم. طبعا زي ما بدانا مهم قوي من وجهه نظركم دي. خلي بالك بلاش نقول حاجه. خلينا نقول انه الحاله اللي عليها النادي الاهلي هتساعده كتير جدا. قبل ما احنا نتكلم على فرقه المقص مش هنتكلم على النادي الاهلي، لكن خلينا نقول ان الحاله اللي عليها النادي الاهلي اللي احنا قلنا انه من ضمن الحلول اللي استخدمها ريكاردو سواريش عشان يقلل الحمل البدني على اللعيبه انه يشتغل بال 3 4 3، وده كان حل مهم جدا لتقليل مساحات الجري وبالتالي تقليل الجهد البدني اللي بيبذله اللاعبين، وده هيريح بعض اللاعبين وده ظهر في مباراه الزمالك الشوط الثاني ومباراه الجونه زي علي معلول تحديدا او حمدي فتحي لما بيتواجد في الخط الخلفي، ده بيقلل مساحات الجري. فلما نيجي نتكلم على شكل فرقه المقص الشكل بتاع 3 4 3 دون ان نخوض في التفاصيل بتاعه النادي الاهلي سيساعد النادي الاهلي على انت بتحب 3 4 3 او بتحبذ 3 4 3 خلال الفتره القادمه خلال الفتره الحاليه يعني حالية انا يعني. انا لست من انصار 3 4 3 على اطلاقها فنيا يعني أوكي. لكن في الوقت الحالي ما فيش حلول تانية. اوكي 3 4 3 زي ما قلنا بتقلل الجهد والمساحات الجري للعيبه فبالتالي هي مناسبه للحاله البدنيه الصعبه جدا اللي عليها فريق النادي الاهلي ومعدل الاصابات المرتفع بشده. فخلينا نبتدي بفرقه المقصه. يعني النادي الاهلي عنده مشكله زي في حته الاطراف تحديدا لان علي معلول لازم يروح ويرجع، محمد هاني وهو موجود ممكن اقول لك حاجه في الاطراف تحديدا اي باك رايت او باك ليفت بيجري قد ايه متخيل في السبرنت الواحد؟ لا بتكلم دي بيجري بطول الملعب اكتر من 100 متر في الملعب بيرجع يرد الدبل لانه بيرجع بيروح وبيرجع يغطي العرض طبعا بيرجع. فهو لو واخد من بعد ال 18 70 متر لغايه ال 18 الثاني او 50 متر لغايه ال 18 الثاني ده معناه ان هو بيروح 50 متر وبيرجع سبرنت 50 او 60 متر سبرنت التغطية. وبيرجع 60 متر سبرنت يعني عشان التغطيه العكسيه غير التغطيه العكسيه اللي هي 10 متر لجوه كمان بالظبط. فالباكين دول اكتر ناس بتستهلك طول المباراه بالظبط، خصوصا ان دلوقتي النادي الاهلي عنده مشكله في ان الاجنحه بتاعته مصابه الاجنحه الهجوميه. علي معلول محتاج ان 3 4 3 هي خطه مثاليه لسكواد النادي الاهلي الحالي وكمان لظروف النادي الاهلي الحاليه. وللامانه يعني الموسم الحالي النادي الاهلي افضل مبارياته الى حد ما اتلعبت ب 3 4 3 لان أوكي. بتدي اللعيبه حريه اكبر، خصوصا كمان ان مصر مقصه في ماتشاته الاخيره هو واقف كويس على رجله، تحركات اللعيبه كويسه الفريق، لكن هو عنده مشكله في النتائج. فدلوقتي بقى مصر المقصه وصل للمرحله بتاعت ان انا ما عنديش حاجه اخسرها، لان هو عنده الاهلي دلوقتي وكمان شويه هيبقى عنده الزمالك، فماتشين هو بالنسبه له هيحاول ان هم ممكن يكونوا بالنسبه له طوق نجاه. فبيلعب على الكليه الحربيه، نفتكر مباراته امام الزمالك في الكليه الحربيه لما خسر 1-0 وتصدر ركله الجزاء زيزو اللي هي كانت طبعا زيزو بيضيع ركله الجزاء بعد ماتش كان السنغال، كان حدث فريد يعني في الدوري. فالنهارده في كليه حربيه او ممكن يستغل حاجه زي كده. النادي الاهلي تقريبا ما لعبش على الملعب ده خالص طول الموسم. النادي الاهلي بيلعب كل 3 ايام، برده دلوقتي كل الفرق هتخش ان هي 3 ايام، فان شاء الله نستغل الحته دي. وان المقصه حالتهم حتى لو هم في الملعب وهنشوف وقفاتهم هي وقفاتهم جيده، ولكن هم اخطائهم كتير. فريق خسر 15 مباراه في الدوري تقريبا، حاليا هو في المركز الاخير وبعيد كمان عن المقاولين وايسترن كومباني والفرق اللي فوقيه. فالى حد ما يعني لازم النادي الاهلي يستغل حاله ان مصر المقص خلاص يعني هو اقرب فرقه لحسم الهبوط، فان شاء الله دي تبقى استكمالا زي ما قلنا كده لمباراه الجونه. خليني اقول لك انه فرقه مصر المقص مش بس عشان هم بعيد، انا هاخدها من الناحيه الايجابيه بالنسبه لهم، بيلعبوا بدون ضغوط، اللاعبون بيحاولوا تسويق انفسهم خلال الموسم القادم، مرفوع عنهم كل الضغوط. في المقابل فريق بيعاني من كل انواع الضغوط سواء الضغوط الجماهيريه او الذهنيه او النفسيه او حتى الضغوط البدنيه، معدلات اصابات مرتفعه جدا، فهو سلاح ذو حدين. خلينا نبتدي على طول في الحالات الدفاعيه و ايه المشاكل اللي بيعاني منها فريق مصر المقاصه وازاي النادي الاهلي يقدر يستفيد من هذه الاخطاء اللي موجوده. فرقه مصر المقاصه مع مدربهم اللي تولى حديثا الكابتن عيد مرازيق بيشتغلوا بيه ال 4 3 3، وقفتهم في الملعب تبدو ان هي 4 2 3 1 لكن هم بيشتغلوا اكتر ب 4 3 3 وبيميلوا الملعب شويه ناحيه 4 3 3 بس بياخدها في الشق الدفاعي اكتر، بياخدها في الاتجاه الدفاعي وهو يبدو في الملعب في الوقفه وهو بادئ بدايه المباراه ان هي 4 2 3 1 لكن الجناح الايمن دايما بينزل يضم تحت علشان خاطر يقفلوا الملعب ب 4 3 2 1.
بالشكل اللي موجود دلوقتي، لان هو مش 4 3 3 انه في ثلاث في جناحين وفيرود، لا هم بيلعبوا دايما انسايد وتجميع اللعب ناحيه الشمال. لما نيجي للحالات الهجوميه نشرح هم بيقفوا ازاي في الحاله الهجوميه، لكن في الحاله الدفاعيه هم بيقفوا 4 5 1 واضحه جدا. يمكن محمود فهمي هو اللعيب الوحيد المهاجم، هو كمان مهاجم متحرك، يعني هو مش مهاجم ستاتيك واقف مستني الكره تجيله، لا هو بينزل كمان مع المجموعه. يعني في اغلب احيان المباراه هتلاقي العشرة تحت الكوره وبيحاولوا يشتغلوا على الكاونتر على الجبهه الشمال بتاعتهم، وده اللي هنشوفه في الحالات الهجوميه القليله جدا، لان فرقه مسجله عدد قليل جدا من الاهداف، فحالاتهم الهجوميه كمان قليله جدا وما عندهمش باترن هجومي واضح تقدر تربط ان هي دي الطريقه اللي بيشتغلوا بيها شكل هجومي. نعم، لكن الشكل او النمط الهجومي اللي بيلعبوا بيه اكتر مايل ناحيه الشمال. عندهم لعيب صغير ولد، لعيب مميز خلال الفتره اللي فاتت، موهبه موجوده فرقه مصر مقصه، محمد عادل امه هو ابرز اللاعبين الموجودين ناحيه الشمال لما نيجي نتكلم على الحالات الهجوميه. فخلينا نبتدي بالحالات الدفاعيه والوقفات. لو نمشي دي الوقفه هنا، اللعيب الاخير في الكادر، اللعيب اللي ناحيه اليمين، اخر لاعب من فرقه مصر، فرقه مصر المقصه طبعا هي اللي باللون العنابي او اللون النبيتي، واقفين الوقفه الاربعه الطبيعيه اللي واقفين بيها. بيحاول يرجع الراجل الجناح حسام عبد الواحد يرجع تحت علشان خاطر يقفل اللي عليه السكوب ده، بيحاول يرجع عشان يرجع تاني خامس في السبيس الكبيره جدا، ورغم كده رجوع متاخر. نمشي الكادر اللي بعده، هتلاقي انه الراجل الاسترايكر دخل دخل ورا الدفاعات، لان هم واقفين اربعه على خط واحد، ودي اكبر مشكله في فرقه مصر المقصه، لانه يمكن عندهم مشاكل دفاعيه كتير جدا، فبيحاولوا ان هم لتقليل الفراغات ما بين الرباعي بتوع الخط الخلفي الاربعه بيخشوا يشتغلوا انسايد، بيسيبوا الاطراف مفتوحه. وعشان يسيبوا الاطراف مفتوحه، نوقف بس الكادر ده هنا، هتلاقي ان الاربعه برضو راجعين في العمق. لما تيجي تبص الاختراق حصل منين؟ حصل من على السبيس او المسافه اللي موجوده ورا الناحيه الظهير الايمن. طب بيجي بص الناحيه الثانيه بقى الظهير الايسر في تغطيه، مفيش اقرب لاعب للكادر تحت خالص، هتلاقيه لاعب نادي المصري فلما تيجي تبص ان هم عندهم مشاكل ورا الظهير الايمن ومشاكل ورا الظهير الايسر، والدليل لما تيجي تبص على اخر ثلاث مباريات لعبهم كابتن عيد مرزيق بيعتمد على لعيبه وسط ملعب يلعبوا على الاطراف، لعيبه وسط ملعب يعني الظهير الايمن والايسر يا كابتن اسلام هم في الاساس مش ظهراء. تفتكر ده مين الفوطه يعني؟ وانا مش فاهم. محاوله ان هم يظهروا بافضل شكل ممكن يظهروا بيه على صعيد الاداء، بس ده مش معناه ان المباراه سهله بصراحه. طبعا يعني. انا يمكن ايمن حتى لما بيقول ان هم نستغل هذه الحاله المتراجعه وان هم في 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 مؤخره الجدول، قلت له انا هاخدها من الناحيه الثانيه، فريق بيلعب بلا ضغوط، محاوله لتسويق، كل لاعب بيحاول يسوق نفسه بالشكل الامثل، فهيطلع كل اللي عنده بلا ضغوط وبيلعب النادي الاهلي. فاعتقد انه احنا مطالبين ان احنا نشتغل على نقاط الضعف بغض النظر عن فريق الفريق اللي احنا بنواجهه شكله عامل ازاي او موقفه في جدول الترتيب عامل ازاي. لما نمشي ماشي الكادر اللي بعده كمان يا وائل، هات لي الكوره هنا، اللعيب اللي عليه السكوب لعيب نادي المصري، الكوره بتتحط من وسط الملعب قبل، بص الكادر ده اربع لاعبين، مفيش اي رقابه على لعيبه المصري في وسط الملعب، كان في اربع لاعبين مفيش اي رقابه لا على حامل الكره ولا على اللاعب المتحرك. ماشي كمان الاثنين لعيبه اللي عليهم السكوب مش ممسوكين، لما الكره دي هتتلعب بالعرض جوه ال 18 سرعه واندفاع في الريبوزيشن او في الرجوع للتمركز من لعيبه المقصه، الاثنين كانوا واقفين، الاثنين اللي كانوا رايحين وهو في وسطهم سبقوه للكره، وهو فضل لان عينه مع الكره، هم عينيهم مع اللعيب وهو عينه مع الكره. ماشي الكادر بعد، بص هنا يا كابتن، هم عينيهم هنا راحت، فضلوا واقفين باصين وهو مش معاهم خلاص، يعني هم راحوا معاه عينيهم عليه، لكن لما اللعيب ابتدى يعمل الكروس سابوه، بقت عينيهم على الكره منتظرينها، واقف لوحده. صح، كمل الكادر اللي بعده، طلع الراجل فضل ويت شويه، تقل على الكره، طلع خد الكروس رغم ان الاثنين بتوع المقصه اطول منه، لكن هم التمركز كان سيء. كره طبعا هدف سهل جدا. على فكره النادي الاهلي نفسه استغل الاخطاء دي والتمركزات دي في مباراه الدور الاول بنفس تقريبا الشكل ده، واحنا كنا يعني لحسن حظنا احنا اللي تقريبا كنا شارحين برضو طبعا فرقه المقصه في الدور الاول، واستغلنا نفس الاخطاء دي والتمركزات دي، بس وقتها كان في ميزه عند النادي الاهلي ان كان في حسين الشحات موجود، كان في ميكيسوني فايق، كان في يعني كان في اللعيبه نفسها فايق. دلوقتي انت هو دور مجدي قفشه ان هو ازاي يحط الكوره في السبيسز اللي ورا مدافعين مصر المقصه عشان خاطر احنا تقريبا مزبوط. عندنا جناح واحد احمد عبد القادر، وعندنا سترايكر واحد اللي هو حسام حسن. نكمل تاني نفس الاخطاء سبيسز، لكن المره دي الصوره مختلفه، اللعيب اللي تحت خالص في الكادر مش ممسوك، يمكن هو ظاهر جزء منه تحت في السكرين، اخر لعيب في الكادر من فرقه المصري. بص نفس يا كابتن الكره اللي فاتت اللي اتعمل منها كروس قبل ما تمشي الكادر يا زجل، الكره دي الجون اللي فات اللي اتحط على الناحيه اليمين وبعد كده اتعمل كروس لجريندو
نفس الخطا، الكوره بتتحط من عمق الملعب دون رقابه ودون ضغط، بتتحط اللونج بول على السبيس على الفلانك ناحيه اليمين، بيطلع الراجل كمل الكادر اللي بعده، اذا جاله اللعيب اللي واقف لوحده ناحيه اليمين هيرجع يكمل ويروح انفراد. اوكي. اللعيب اللي تاني، بص جريندو، بص جريندو دي مباراه المصري، بص جريندو جاي في وسط كام لعيب؟ ثلاثة احمر، ثلاث لعيبه، وفي لعيب رايح هناك عشان ومع ذلك جاب جول من الجناح. ومع ذلك اللعيب انت لا رحت على الكوره ولا رحت مسكت اللعيب، نفس الاخطاء متكرره من مدافعي المقاص. حاول عيد مرازيق في مباراه الجيش، وخليني اقول قبل ما نروح لباقي الحالات او ماشي واحنا بنتكلم يا وائل، قبل ما نروح علشان الوقت، العارف الوقت بيجري. في مباراه الجيش، وده هنا خلينا نقول لك صعوبه المباراه مش سهولتها، رغم هذه الحاله ورغم الاخطاء اللي احنا بنشرحها ورغم ابتعاد المقصه وفرصه ضعف فرصه خلال الفتره الحاليه والفتره القادمه في المنافسه على البقاء في الدوري، لانه قدر انه يصمد امام الجيش اللي مقدم مسيره هايله مع الكابتن طارق العشري، قدر انه يصمد قدام طلائع الجيش ولم يستقبل اهداف، ومن المباريات القليله التي لا يستقبل فيها اهداف، فضلوا واقفين بيلعبوا زي ما قلت 10 تحت الكوره، وقدروا ان المباراه يخرجوا منها بنقطه، نتيجه تبدو في ظاهرة سلبية، لكن بالنسبة للمقصة نتيجة إيجابية طبعا. نخش على الحالات الهجومية. الحالات الهجومية يا كابتن إسلام، احنا قلنا فرقة المقصة فرقة جيدة بتلعب كرة جيدة، لكن عندهم عقم تهديفي نوعا ما، لكن عايزين نشرح هما بيشتغلوا ازاي، او النمط الوحيد اللي قدرنا نجيبه ليهم سواء قبل ما يجي كابتن عيد مرازيق او حتى المباراه الاخيره، بيشتغلوا ازاي؟ هم بيركزوا على الناحيه الشمال. بيركزوا على الناحيه الشمال. تيجي تبص هنا يا كابتن، قبل ما تمشى زجاله، بص كام لعيبه يا كابتن في الكادر، في لعيب تحت مش ظاهر في الكادر. أي. لان الكادر اللي بعده اللعيب ده هقول لك هيروح فين، اللعيب اللي تحت في الكادر اللي هو الباك ليفت. ادي عندك كام لعيب في الكادر، ادي 1 2 3، اللعيب الرابع الفرود هينزل في السبيس اللي متعلم عليها بالاصفر، هينزل هيخش اللعيب اللي جاي من وسط الملعب المصري، هيخش هنا في ناحيه السبيس، واللعيب الباك ليفت ده هو اللي هيطلع يعمل الكروس. ماشي، ادي اهو الباك ليفت ظهر، ابتدى يظهر التجميعه، كام لعيب بقى مايل ناحيه الشمال؟ 1 2 الفرود ده هيخش يقطع هنا. فهم بيشتغلوا على حاجتين، تجميع اللعب من الناحيه اليسرى عشان يخترقوا بيها، في هدف ثاني لما اخش الحاله اللي بعديها من الناحيه اليسرى، اما انه يخترق من الناحيه اليسرى او انه يعمل الايرلي كروس، العرضيه اللي من وسط الملعب على راس الحربه اللي موجود لما يكون عايز يسجل او متاخر في النتيجه وعايز يسجل، بيبتدي يشتغل بالطريقه دي، الايرلي كروس يبتدي من ناحيه الشمال، بجمع علشان اخترق من الناحيه اليسرى، قدرت اخترق بيكمل ويعمل الكروس من على الاند لاين او من على نهايه الخط، لو ما قدرتش اخترق زي الهدف اللي تم تسجيله ده، ان انا بحط الكروس من العمق، كمل اللي بعده. احنا قلنا كابتن هما بيشتغلوا من ناحيه واحده، انهي ناحيه؟ الناحيه اليسرى. اوكي، كمل الفريم اللي بعده وائل، الفريم اللي بعده ادي دي هجمه مرتده، الفريم اللي بعده هتلاقي ان هو التحركات كلها كله بيتحرك ناحيه الشمال، كمل الفريم اللي بعده، وهنا اهميه بقى دي السبيس، ده الترحيل والتغطيه، ده اللي انا عايز احنا جايين نحذر منه. اتفضل. ده بالظبط، هي دي الجمله اللي كنت اخدها، دي فكره التحذير، لان النادي الاهلي هو كل اعتماد دلوقتي ان هو اكتر عدد من اللعيبه تتحرك ناحيه الهجوم، وبالتالي حتى لما لعب ثلاثه فهو هيبقى فيه لازم ضغط معين على الثلاثه اللي هيلعبوا ايا كان مين هم الاسامي. فهنا النهارده عشان خاطر علي معلول يبقى براحته، ومحمد وكريم فؤاد او محمد هاني اللي هيبدا فيهم يبقى براحته، ما يبقاش في مشاكل في الحته دي، خصوصا في المرتدات، هيبقى في يعني دور مزدوج للثلاثه اللي موجودين، وتحديدا الناس اللي بتميل ناحيه اليمين، لو اعتقد هيبقى ياسر او رامي، لان هم دول رامي المتاحين حاليا، خصوصا انا على ما اتذكر في مباراه الزمالك وهم خسرانين برضو 1 وفرقه لعب فريق نادي الزمالك فريقي، هم عملوا تقريبا كام هجمه بنفس الطريقه دي، وكان في واحده منهم كان ممكن يسجلوا منها هدف التعادل لولا ان الكره مرت بجوار العارضه. فهو ده اللي احنا عايزين نحذر منه، يعني يبقى خلينا نسمرايز كده القصه، في تحذير بنقدمه لخط دفاع النادي الاهلي خاصه الجبهه اليمنى، والتغطيه العكسيه كمان من الجبهه اليسرى، يبقى بنتكلم على الخماسي بتاع الخط الخلفي لحين العوده بتاعه الاثنين وينج باكس او الظهير او الظهير الجناح اللي هو سواء علي معلول او كريم فؤاد في الجبهه اليمنى واليسرى، انه الثلاثي اللي موجودين في الوسط رامي ربيعه تحديدا، وده تحذير مهم، يبقى دايما محافظ انه مرحل شويه ناحيه اليمين، وده اللي عمله بالمناسبه في مباراه الجونه، انه كان بيعمل زياده ناحيه اليمين، فيحاول يشتغل ناحيه اليمين رامي ربيعه طول الوقت في الحاله الدفاعيه، انه يبقى اليرتد او صاحي انه
فرقه المقاصه بتلعب على لعبه واحده الكاونترز على الناحيه الشمال، فمهم جدا انه يبقى في ترحيل، الملعب مايل شويه في الحاله الدفاعيه ناحيه اليمين بتاعه النادي الاهلي، وفي نفس الوقت التغطيه العكسيه عشان لو الكره عدت وراح اللاعب الجناح وفي الغالب بيبقى محمد عادل امه لو ابتدى يحط الكروس او ابتدى يحط الكره العرضيه يبقى في تغطيه عكسيه من الناحيه الثانيه سواء من علي معلول او احد قلوب الدفاع.